وبين مزدوجين، هذه العادات والتقاليد فيها أشياء حسنة وجميلة جدا لابد أن تستبقى ونعاد إنتاجها، وفيها أشياء كارثية لا إنسانية لا أخلاقية. في المجتمعات التقليدية، ونحن لازلنا تقليديين، والمجتمعات المتخلفة الجامدة المحنطة أيها الإخوة، تفعل التقاليد وتفتك بالناس أكثر مما يفتك الطاعون، أكثر مما يفعل الهيروين والكوكايين، تخدر الناس. قبل يومين أيضا أستمع إلى عالم كبير، لن أقول من أي مؤسسة دينية، عالم كبير ومؤلف كتب وأستاذ أكاديمي جامعي كبير كبير، يتحدث يقول لو أحد سب أمي، طبعا ما في سب العمل قذف أن تقذف أمه، حاشاها وحاشاه، قال لو سب أمي أقتله. قال قلت هنا الجهل يتحدث، التقاليد ليس الدين. يا رجل أنت عالم شرعي كبير مؤلف كتب في الدين في الشريعة في الفقه، سب أمك أو سب أم أي إنسان، وتباً للساب طبعاً، وتباً للفحش والتفحش والبذاء أيها الإخوة، فيه حد شرعي مذكور في الكتاب الكريم 80 جلدة، هذا إن قذف طبعاً. إن سب بأنها قصيرة أو دميمة أو كذا أو حمراء أو سوداء، هذا شيء آخر، فيه تأديب آخر لا يبلغ الحد، لكن إن قذفها في عرضها وحاشها 80 جلدة، قال أقتل. طبعاً تقتل، لأنك لا تتكلم باسم الدين وأنت عالم دين. هذه التقاليد والعادات تفعل فيك فعل هيروين، أنت مخدر يا مسكين يا عالم، وفي التلفزيون في الفضائيات ومش خجلان. والمذيع بهز راسه، النعم النعم طبعا نقتلوها، نقتلوه طبعا، يسب الأم نقتلوه. يا أي شرع أي دين هذا؟ في هذه الثقافة كما قلت، في هذه العادات والتقاليد أيها الإخوة، أحيانا يذبح الأخلاقي، يداس بالقدم الأخلاقي، تقاليد لا أخلاقية لا إنسانية. جريمة الرجل الخلقية تغتفر، تدفن سريعا وتغتفر، أحيانا يفتخر بها إنه هذا اللي هتك عرض فلان، يعني راجل سبع إيه؟ هذا الفحاش هتاك الأعراض، السابح في الدنس، الواغل في الخطيئة، هذا سبع، هذا راجل، هذا تبا لهذه التقاليد، تغتفر وتدفن سريعا. وخطيئة المرأة، خطيئة الأنثى، مش المرأة، الأنثى، امرأة كانت أو فتاة بكرا، القتل، تدفن لتدفن معها خطيئتها. وبتسأل المجتمع العربي اليوم، مجتمع جرائم الشرف ما شاء الله اليوم، لماذا؟ لماذا هذا الموقف المتناقض اللا أخلاقي؟ لك لا أخلاقي؟ كيف هذا موقف عقلاني؟ والله علمونا العقلانية. قال لك لأن المرأة تحمل ثمرة خطيئتها معها، ولد يدخل على الأسرة ليس منها. والله وما شاء الله، هو حين يخطئ ما بيكون ولد يدخل على الأسرة؟ قال لك أسرة غيرنا، أها لستم أخلاقيين. هذا كلام يستحق الشنق، يستحق من يقوله أن يشنق لا أن يتفلسف. إيه لما كانت خطيئة الذكر، خطيئة الرجل، تدخل ولدا نغلا، النغل يعني باسترد، ابن النغل، نغل مش هنحكي أكثر من هيك، تدخل نغلا على أسرة أيها الإخوة وليس منها، قال لك هذه الأسرة لما كانت ليست أسرتنا فالأمر لا يعنينا، يبعث على الفخار أحيانا. تبا لهذه الأخلاقية. لا يمكن الآن لمفكر عبر العالم أن يعطي إشارة مرور، تصحيح أخضر لمثل هذا الفكر المنحط، هذا ليس أخلاقا. وعند العرب هذا من جوهر الأخلاق، الشرف العربي، شرف الرجولة، شرف العائلة. يا رجل أنت غير أخلاقي، النبي من أول يوم أترضاه لأمك؟ لا، فكذلك الناس لا يرضونه. ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وأين نحن من أخلاقية الإسلام؟ أين نحن من أخلاقية البشر؟ حدثتكم أيضاً ذات خطبة عن القاعدة الذهبية التي عرفتها الكونفوشيوسية في الصين من 5000 سنة، والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلام، وجاء وفلسفها، صاغها في قالب فلسفي مكثف ومتقن وحكيم، إيمانويل كانت، عمانوئيل يعني عطية الله، الألماني كانت، القاعدة الذهبية. تصرف أي تصرف، تصرف أي تصرف ناظراً فيه إلى مجموع البشر، إلى مجموع البشر، واضعاً نفسك مكان أي واحد منهم. تخيل الآن الكذب مثلاً، أنت تتوسل الكذب لأنه أقصر سبيل لتنقذ نفسك من الملام والعتب مثلاً. طب تخيل لو أن كل البشر أيضاً توسلوا هذه الوسيلة، كيف تكون حياتك أنت؟ جحيم. يقول لك لا أنا بكذب وهم يصدقون. يا رجل أنت حين تكذب سيفشو الكذب، حيتعلم ابنك منك الكذب، وابنتك وزوجتك وخادمك وصديقك، ولا مش صحيح؟
وستلجئ الآخرين أيضا إلى أن يكذبوا حتى لا يكونوا دائما هم المغبونين في كل صفقة. ستصبح الحياة جحيما. تخيل لو أن كل أحد يلغ في أعراض الناس، إذن سنصل إلى مرحلة يلغ فيها في عرض كل أحد، والعياذ بالله. إيش هالمجتمع الحيواني البهيمي هذا؟ ولا مش لذلك هذه القاعدة الأخلاقية، أن تحب لأخيك، أخيك الإنسان، ما تحب لنفسك. كل ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك من البشر. يا سلام، هذه الأخلاقية. قواعدنا نحن الاجتماعية ليست أخلاقية، هذه التقاليد. قال لك أسرة غيرنا، هذه أسرتنا، إيه ما نسمحش ولد ابن حرام يدخل فيها، بنذبح المرأة باللي جابته. لكن لما حندخل على غيرنا، هذه أسرة غيرنا. يا سلام. وعلى فكرة أنا استمعت قديما قبل زهاء ربع قرن إلى بعض المشايخ يقول لك تبقى خطيئة. يا أخي الشرع ما قال تبقى خطيئة أبدا. الشرع حاسب المرأة كما يحاسب الرجل تماما، سواء بسواء، سواء بسواء. قال لك لا، تبقى خطيئة المرأة أكثر فحشا. لماذا؟ أتى بنفس العبارة، قال لي أنها تأتي بثمرة خطيئتها، بتجيب لنا ولد من زنا. يا رجل، جابته من الهوى هي؟ من الهوى ولا جابته من هذا السافل الخسيس؟ ما هو دائما في الطرف الآخر الخسيس الذكر. ليش هي جريمته أفحش وجريمته شوية أخف يعني؟ هذا منطق جاهلي، هذا منطق جاهلي.